طمنيني صار لها شيء؟ هرج ما صار شيء حبيبي، ما تخاف، امك منيحه لا تقلق. انت منيحه؟ ايه انا منيحه. يوغ استنى شوي، وقف وقف. صدقني يا أخي، اللي حاول يقوص على روبا أنا رح أقتله بإيدي. شو يعني بدك تصير مجرم؟ شو عم تحكي؟ لوين هرب؟ مرتي اللي في ندبة بوشها نفدت، بس إذا بستنى هون أنا اللي رح موت. والملكة شامشام جنبها لمرتي، ولو شافتني شامشام واقف جوا مستحيل تتزوجني. لهيك أنا هلأ لازم روح من هون وبأسرع وقت ممكن. حبيبتي طمنيني، صار لك شي؟ لا أمي. نشكر القدير إنك منيحة وما صار لك شي. بصراحة هالبنت أنقذتني. يا بنت قومي، أنت منيحة؟ راسي أنا منيحة بس حاسة حالي دايخة. يلا شوي، يلا قومي قومي معي. اسمعي يوغ، يمكن هذا الحقير هرب من هديك الجهة. هي وقف، تعال. هي استنى شوي، استنى اسمعني. لا تركني بدي روح جيبه. شو صار لك؟ عم لك استنى شوي، هذا زلمة مسلح صدقني رح اقتله وجيبه لهون حتى لو كان تحت سابع ارض، بس انت استنى علي. لا تركني يا اخي بدي روح. استنى استنى شوي، شو صار لك؟ مرت اخوك لساتها جوا، واذا صار شي بعد ما نروح سوا صدقني ما رح سامح حالي كل حياتي، عم تفهمني؟ انت هلا فوت لجوا، يلا انا اخوك الكبير لازم تسمع شو عم اقول لك وتفوت لجوا. لا تخليه يروح اخي. يوغ اذا ما جبته رميته تحت رجليك فانا ما بكون روناك، عم تفهم علي؟ يمكن لاني ركضت بسرعه من شان انقذك انا. فتل راسي شوي ودخت كمان. مرت أخي؟ أنت منيحة؟ إيه إيه يوغ، أنا ما فيني شي. ليك اسمع للأخير قبل ما تعصب علي، صدقني أنا كنت حاملة حالي وطالعة برات البيت مثل ما طلبت مني بالضبط، بس ما بعرف ليش هيك حسيت إنه لازم أطلع لورا. شفت العم خايف وعم يطلع لفوق، فطلعت لفوق أنا كمان وشفت زلمة واقف وماسك بإيده بارودة وفاجئني، وكان عم يصوب على الست روبا. بعدين ركضت من مكاني لأنقذها، قلت مالي غير أركض بأسرع طاقة عندي منشان لحق وبعدها عن الرصاصة، وبالفعل هذا اللي صار، أنا قدرت إني أنقذها. أنا حبيت مسكن ما بقدر أخذ، فكيف بدي أتحمل الرصاصة جواتي؟ والله أنا استغربت بحالي. دم؟ ها؟ بس بتذكر اني سبقت الرصاصة، معناها الرصاصة. يوغ خدها لجوا خلينا نجيب لها الدكتور. الرقاصة الرخيصة اللي بتهز خسرة قدام الناس لتاخد مصاري بيكون دم نجس مثله مثل شغلة تماماً، لأنه انتي بنت رخيصة أنانية بتهمها مصلحتها هي وبس، وما بيهمها حدا بهي الدنيا غير حالها.
يوغ. هات. هات كان ممكن يكون دمك يا روبا، كان ممكن تصيبك الرصاصة. أنا بوعدك إذا بينزل منك ولو حتى نقطة دم وحدة رح أحرق الدنيا باللي فيها. يو طلع فيني ليك، أنا منيحة كتير وما صار لي شي. إيه القدير كان بيعرف إنه لو رح يصير علي شي أكيد عصبية أخو زوجي ممكن تحرق العالم ساعتها، لهيك القدير بعت هاي البنت لتنقذني. يوغ ما في حدا إله عندي دين بكل حياتي، بس بهذا اليوم صرت مدينة لهاي البنت. الناس ما عم بتساعد أهاليها وهي المسكينة خسرت دمها لحتى تنقذني. لو إنه ما كانت موجودة ما بعرف شو كان صار لي. جرح غميق بده وقت ليطيب على الأخير. أنا عطيتها مسكنات حاليا لهيك ما بتوقع تفيق بسرعة. أنا ما شفت أطيب من قلب هالبنت هاي، أكيد ما في منها وحدة تانية بالعالم. يعني كتر خيرها أنقذت روبا، بس مو مصدق أنه وصلت باللحظة المناسبة لتنقذ حياة روبا. أنا بتمنى القدير يشفيها بأسرع وقت. بس في شي أنا ما عم أفهمه أبداً، هاد الزلمة ليش قوس على روبا؟ حدا يقلي شو عملت له أختي؟ ما حدا بيجاوب على هالسؤال غير اللي قوصها. روناك عم يدور عليه والشرطة عم تدور كمان. أول ما هو يصير بين إيدي وقتها أنا أول شي رح أعمله أني أسأله ليش كان بده يقتلها لمرت أخي. كنت عارفانة. صح هو قوص عروبة، بس أنا كنت الهدف. هذا الزلمة كان بده يأذيها لروبا بس مشان يزعجني. الحقير حاول يقتل بنتي مشان يحرق لي قلبي، بس أنا ما رح أسكت أبداً. أنا رح أقتله بإيدي. بس شو عرفك؟ ليش متأكدة هيك أختي؟ يعني ليش بدهم يقوصوا مرت أخي لحتى ينتقموا مني؟ أنا متأكدة مستحيل يكون في سبب تاني. العدو بيعرف كتير منيح إنه روحي متعلقة ببناتي، مشان هيك هو اليوم استهدف روبا. ماما استني، أختي الكبيرة. We'll be right back.
يا ترى مين هاد؟ هالخط مانو خط حدا من معارفي ابدا. اختي الكبيره، بعرف انك متضايقه ومعصبه، ليكي انا بعرفك كتير منيح. عادي ارتاحي، يلا خدي اشربي مي بارده. اختي الكبيره، يا ريت تهدي حالك شوي وفكري، حاولي تفكري منيح لتعرفي مين هادي اللي قوص على روبا وبعدين قدر يهرب بسرعه. بصراحة أنا ما عم بستوعب الشيء اللي صار. يعني أختي نحن ما عنا عداوة مع أي حدا، لا مديونين لحدا ولا غيره. طيب مين عملها؟ أنا شايفتك من قبل. إيه ممكن، يمكن شفتيني بشي حفلة. أنا متأكدة إني شايفة هالزلمة من قبل. شو صار أختي؟ تذكرتي حدا؟ لا. طيب بسيطة، أنتي ما تاكلي هم أبداً، فكري على مهلك وخبرينا لما تتذكري شي. انتبهي على حالك. تذكرت كل شي. هذا شوتو من رجال تاكور. الكلاب بيضلوا وفيين لأصحابهم حتى لو ماتوا، بس الكلب اللي بينسى حاله وبيستفز اللبوة ساعتها لازم ينقتل فوراً. مرتخي، روح ارتاح شوي وأنا رح ضل قاعد جنبها. شوفي يا مرتخي، للأسف هالبنت انهانت كتير بهالبيت يو. هي تبهدلت ونزلت كمان، وحتى أنت قلعتها، بس هي ردت لنا هالإهانة بأكبر جميل. مع أنه لا منقربها ولا حتى بتعرفنا، بس عملت هيك بدافع الإنسانية، حطت حالها بخطر. هي من أي طين انخلقت؟ بهالأيام الأخوة عم بيخونوا بعض وما عم يسألوا. هي أول مرة بشوف فيها حدا غريب لهالدرجة، بحط حاله بهيك موقف. خلص أنتي روحي وارتاحي هلأ، أنا رح ضل قاعد جنبها. لا، ما رح اتركها أبداً، لأنه بخاف لما تفيق تبهدلها وتهينها مرة تانية وتزعلها منك. إذا عملت فيها هيك وقتها ما رح سامحك أبداً. ما رح يصير هيك شي، يلا روحي وارتاحي. أكيد؟ إيه؟ اسمعني منيح، كلب تاكور متخبي بالشارع رقم 30. بدي تدور بكل الشوارع اللي رقم 30، وبدي اياك تدور بالشوارع اللي جنبنا، مفهوم؟ هالندل بكره المساء بده يكون عندي. الساحرة خافت لما شافتني، والحية ماتت لما لسعتني. أمي هاي مانا ممرضة أبداً، روحي من هون.
وبدي تفهمي انه بس الناس الشريفة والمحترمة بتفوت لهون. الرقاصة الرخيصة بيكون دمها نجس مثله مثل شغلة تماما. وهي انا حبست لي خوفك جوات هالقفل هاي. نحن فينا نكون رفقات ماشي؟ عادي وخليكي مرتاحة لأنه هيك قال الدكتور. خاف لما تفيق تبهدلها وتهينها مرة تانية وتزعلها منك. إذا عملت فيها هيك وقتها ما رح سامحك أبدا. بصراحة الدكتور وصانا نخليكي مرتاحة هون. ما نبهتك هلأ؟ قصدي مشان ما تتعبي. لا فيك تستريح انت محلي لاني ماني حاسستك على طبيعتك ابدا. اخواتي الصغار بيكونوا عم يستنوني بالبيت، تاخرت عليهم صار لازم ارجع. ليكي انتي بحالي ما بتسمح لك انك تطلعي. لا لا انا منيحه ما فيني شي، بقدر روح على قارة ومشي كمان. خلص اتركني روح. اذا عرفت مرتاخي رح تنزعج كتير وقتها ما بصير. اتركني. सारी रात जागे रे मान गहना दर्द पहना हमका न चाही अब दवा ओ, ओ सजनवा ओ, ओ सजनवा नैना तो से लागे रे सारी रात जागे रे मान गहना दर्द पहना هم كان جاهي ابتوى. عن جد انا ما عم افهم ليش اجيت على هالمكان. مو طبيعي حظي شو سيء بهالدنيا هي. تعرف شو في اليوم؟ اليوم ذكرى زواجي وانا باكل هالاكله بالعاده. لك شو هالحظ هاد؟ مين هالغليظ اللي عم يدق لي وما بده يخليني اعرف اكل؟ ام ندبه ليش عم تدق لي؟ شو القصه؟ الو؟ ارجعي يا هديه مره ثانيه. الو؟ بشكر القدير اني سمعت صوتك، ما بتتخيلي الراحه اللي عطيتيني اياها، كثير كان مشغول بالي عليكي، يا عمري يا روحي انت. اللي انت وينك هلا؟ اكلت شي ولا لسه؟ شو؟ اي اكل؟ لا نسيلي الاكل والشرب هلا، ما رح احط شي بتمي لامسك هالحقير اللي قوس على حبيبة قلبي. تعرفي؟ نشكر القدير انه كهاني وصلت وانقذتك بالوقت المناسب. قولي لي كيف صارت هلا؟ انت بتعرف اسم هالبنت؟ اي لكن يوك دق لي قبل شوي وخبرني انه البنت اللي انقذت حياتك موجوده عندنا بالبيت وبدها ترتاح شوي وانه اسمها كهاني. اي ماشي طيب، هي منيحه هلا، الرصاصه لمست فيها بس. يا ريت كنت رصاصه والمسها، حتى الرصاصه محظوظه اكثر مني. ما بعرف ايمتى رح تصحصح، بس انت رجع على البيت. ايه
لا أنا مستحيل أرجع هلأ. كيف بدك ياني أرجع البيت وأنا لسه ما مسكت هالحقير اللي حاول يقوس عليكي ويحرمني منك؟ ها؟ ليكي أنا بوعدك يا نور عيوني أني مستحيل أدعس البيت قبل ما أمسكوا لهالواطي وأخذ حق العيلة كلها منه كمان. أنا رح سكر، انتبهي على حالك. بس روناك؟ لك أنا أيمت بدي بطل أزلق بالحكي مثل الأولاد الصغار، بس منيح شغلت مخي وزبطت القصة، وإلا كانت كشفتني وعرفت كل شيء، ووقتها كنت رح أضطر بعد عن شامشام الحلوة وانساها للأبد. يا سلام روناك. بس المشكلة إنه طول ما كهاني ومرتي قاعدين بنفس البيت فأنا مستحيل إني أفكر أرجع لهنيك أبدا. يعني يا روناك رح تضطر تنام برا البيت هالفترة. جد واحد لقيه محقير كتير. أبو لحية بيعيط علي كل الوقت، شو يعني؟ وإذا أنا فقيرة ما بيحترمني؟ وإذا بشتغل رقاصة ليش حضرته دائما بشكك بشخصيتي؟ أنا رجعت لأخذ مفتاحي وبس، مو أكتر من هيك. أنا ما بدي شي منه بنوب، يخلي مصاريه بجيبته وبيكون أحسن إله. أنا ما بدي منه ولا من غيره أي شي، لأنه أنا ماني أنانية أبدا. بلا أنانية شوية صغيرة، بس مستحيل ضايق حدا. بدي هذا الخاتم، ما بيستاهل مباركة القدير، هالخاتم توسخ. أنا مستحيل ناقش رقاصة. أنت اليوم بعد هذا الشيء نزلتي من عيني لآخر العمر. أمي هاي مانا ممرضة أبداً، روحي من هون. وبدي تفهمي أنه بس الناس الشريفة والمحترمة بتفوت لهون. الرقاصة الرخيصة بيكون دمها نجس مثله مثل شغلة تماماً. راني ولكي هلا لك هاي كهاني. ألو سيد روني، فيني أطلب منك خدمة؟ فيك تروح على بيتي وتخبر أخواتي إني منيحة لو سمحت. أنا لسه ما رجعت على البيت، أكيد هنن خايفين. طيب قولي لي أنت وين هلأ وليش ما رجعتي على البيت؟ رح أحكي لك كل شي بعدين سيد روني، بس هلأ ممكن تقدم لي هذا المعروف لو سمحت؟ إيه نلع يا
يلا روح هناك. ايه ما تعتذري، ما في داعي تترجيني هيك كهاني. هيك رح ازعل منك كتير. صحيح العلاقة اللي بيناتنا مانا علاقة حب، بس نحنا لساتنا رفقات وكرفيق إليك، من واجبي يساعدك، صح ولا لأ كهاني؟ رح روح هلأ، ماشي؟ شكراً سيد روني. خلينا نقوم ونروح نطمن على إخوات مرتي المستقبلية. يا سلام على هالبهدلة والنومة بالشوارع كمان. وهلأ السيد روني لازم يعمل كل شي ليكسب قلبه. يلا قوم يا روني. ليش كل هاد؟ عيدي وخليكي مرتاحة. ايه واشربي كاسة العصير وكل التفاحة. بس ليش عم تعذبي حالك هيك؟ انا صرت منيحة هلأ. خدي اشربي يلا لشوف. خدي. الشكر كلمة قليلة عالشي اللي انتي عملتيه معي مبارح، بس أنا رح مشي الأمور بكلمة شكراً لبين ما لاقي كلمة أكبر منه. شكراً. يلا خلصي العصير بسرعة وبعدك كل التفاحة لحتى تاخدي الدواء تبعك. صحيح اسمعي لا تقلقي. إيه أنا أخدت عنوان بيتك من الدكتور وبعتت يوغ لهنيك لحتى يخبر إخواتك إنك منيحة ويطمنن عليكي. أنت مين؟ فكرنا إنه كهاني إجت. أنا بكون صهرك يا حبيب قلبي. تعالوا حبيباتي أنا بكون رفيقة لأختكن. تعالوا يلا تعالوا. راني هاد بيكون نفسه عمو يلي بعت لنا الهدايا مو هيك؟ ايه أنا هو نفسه، بس هالمرة جايب رسالة من كهاني. آها وهو نفسه طلب ايد اختي للزواج كمان، بس هي رفضت مو هيك؟ لا حبيبي ما بصير تحكي بهالقصص، انت لساتك ولد. ايه صح لكي. ايه اختك رفضت عرض الزواج اللي قدمت لها اياه، بس ما رفضت صداقتي وانا اجيت بصفتي رفيقة. بدي قلكن انه اختكن منيحة كتير وكمان رح ترجع على البيت بأقرب وقت. انت طيب كتير عمو روني. بما اني رفيق اختكم فيني يكون رفيقكم انتو كمان، شو رايكم؟ اكيد حلو. تعالوا نتعانى يلا تعوا. زبطت اموري مع هالولاد ورح زبطها مع كهاني. انا رح شوف مين. لك هذا شو جابه لهون؟ انت ليش مصر تخرب علي حياتي؟ بس بدي افهم. يلا روح رجع على البيت. هاد شكله ما رح يحل عني قبل ما يدمرها لحياتي. مين اللي اجى عمو؟ عمو روني؟ شو القصة؟ مين اللي عم بيدق الباب؟ انا ما بعرف حبيبتي لانه ما شفته منيح، يمكن دخل شي بعيني، صارت توجعني وما عاد شفت. صح الحمام وين هون؟ الحمام من هنيك. اها ما بطول ماشي. لكي شو القصة؟ انت مين؟ اختكم كهاني بعتتني. فوت لجوا. الشخص اللي بعتته اختي اجى قبل شوي، بس انت ما منعرفك واختي منعتنا نحكي مع الناس الغريبين، ما فيك تفوت لهون. الغريبين هنن الناس اللي نحنا ما منعرفون. أختكن بتعرفني لهيك خلوني فوت لعندكن.
روح وإلا بضربها براسك. شو قلت؟ أوه الأكسجين. شو ما كانت تكون ما بهم، بس إذا فتت على البيت أنا رح أضربك فيها على راسك. عم تفهم علي ولا لا؟ لكي يا سلام عليكم، هالولاد قوايا وأبطال، ما توقعتهم هيك أبدا. أخوات مرتي شاطري، المهم ما تخلوا يوجي يفوت على هالبيت. طيب استنى شوي، رح خليك تحكي مع أختك. شو عم تطالع؟ وقف الموبايل مثل مشايف. مرت أخي، فيك تخليني أحكي مع كاهاني؟ إيه ماشي، خدي أحكي مع يوج، أنا شوي وبرجع لك. ماشي تفضلوا. راني كيفكن مناح؟ كهاني انتي وينك؟ يعني انا ولاكي خفنا عليك كتير. كهاني مين هاد الزلمة يلي عنا؟ هو منيح شي؟ هو منيح ولا لا اختي؟ قولي هو منيح ولا لا كهاني؟ ايه انا بعرفه لكي، هو ماشي حاله. ماشي حاله؟ يعني هو مانو شخص منيح؟ لا قصدي عادي يعني. كهاني شو قصدك انه عادي؟ فهمينا هو منيح ولا لا؟ كهاني ليش بعتي لعنا شخصين على البيت؟ هلأ اجى لعنا عمو العادي وفي قبله العمروني كمان. ما بعرف شو فات بعين عمو روني، راح لحتى يشوفه بالحمام. هلأ رح خليكي تحكي معه، استني. لكي يا عمو روني، قال اختي بدها تحكي معك، فيك تطلع من الحمام؟ يا عمو روني وينه؟ عمو روني افتح الباب، صار لك شي؟ عمو روني شو القصة؟ عمو روني ما عم يفتح لنا الباب ابدا. ايه بعدولي هيك لشوف. افتح لي الباب سيد روني. ولك انت كيف دكاني افتح الباب؟ شو لازم اعمل هلا؟ لازم افكر كتير منيح. راح اضطر اكسر الباب اذا ما طلعت هلا. ليك انا راح فوت. عمالك ما في حدا هون. عمو روني كان جوا، يا ترى وين اختفى؟ يا ترى وين راح؟ وينه يا ترى؟ راني لكي شو وين راح السيد روني؟ لتكونوا شاغبتوا وعذبتوها؟ لا يا أختي ما عملنا شي أبدا، عمو روني كان بالحمام بس ما بعرف وين راح. أنا لازم أحكي مع روني. طيب اسمعوني كتير منيح، خليكم بالبيت وما تتحركوا شوي وبرجع. ايه وما بدي اياكم تشاغبوا. حاضر اختي. راني انتي انتبهتي انه ايده لكهاني مجروحة لما حاكتنا؟ يعني هي ليش ما بتحكي لنا شي ابدا؟ هي دائما بتعمل هيك، ولا مرة حكت عن شي حتى نحنا ما نخاف عليها. لكي you
لك ما كان ناقصني غير انت ترن هلا. يا ترى مين اللي عم يتصل لك؟ لا كهاني، شو اللي خلاك تدقي لي هلا؟ ها يعني انا شو بدي اقول لك؟ يلعن حظي. ايه الو. الو سيد روني، انت وين؟ راني ولكي قالوا لي انك انت بالحمام بس ما لقوك. وينك؟ صاير معك شيء؟ لك كيف بدي اقول لك ويني هلا وانا علقان هالعلقه الوخمه هاي؟ لك يا عفاريت، انتو شو عم تعملوا؟ اه خلص، ما بدي اخسر رجلي الثانيه بسببكم. ليكو فوق، شوفوا هالحرام، في حرام هون. تعال نجي لابوك. حرامي في حرامي، في حرامي هون. لك مين هذا اللي عم يقول حرامي؟ شو الناس مفكرينك حرامي؟ اجباري بدهم يفكروني حرامي. تعي شوفيني كيف واقف على حيط بيتكم. كيف؟ طيب انت ليش متعلق على الحيط يعني؟ شو بدي اعمل؟ ما كان في عندي خيار غير هاد. وقال لك انت علقت مع يوغو تقتلنا. قول لك اي. سيد روني، شو بده يصير يعني اذا شفت يوغ؟ ما فهمت. كنت رح اقتله وموته، عم تفهمي؟ تقتله؟ ليش؟ كنت قتلته انا يعني من غير شي. كنت متضايق منه كتير من وقت ما حكيتيلي كيف عاملك ووجه لك اهانات سيئة بحقك. لو اني شفته وقتها كنت قتلته وخلصت عليه على الاخر، صدقيني مثل ما عم قلك هلا. كل هالقد؟ ايه كيف لكان؟ عصبيتي بشعة كتير، ما بتحكم فيها، ما عاد اوعى على حالي، بس عصب بخوف. لو الولاد ما كانوا جوا صدقيني كنت قتلته وخلصت عليه. مشانهم انا طلعت من الشباك ووقفت على الحيط وانت دقيتيلي وانا بهاي الحالة. بتعرفي انا ما بحب كون عنيف قدام الولاد واعمل هالحركات. سيد روني، ما كان في داعي تعمل هيك، بلكي تأذيت. صار اللي صار هلا. بتعرفي شغله، انت سكري هلا وانتبهي على حالك، وانا برجع بدق لك بعد شوي. ماشي. الرقاصة الرخيصة اللي بتهز خصرة قدام الناس لتاخد مصاري بيكون دمها نجس مثله مثل شغلة تماما. شو يعني؟ وإذا أنا فقيرة ما بيحترمني؟ لأنه أنت بنت رخيصة أنانية بتهمها مصلحتها هي وبس، وما بيهمها حدا بهي الدنيا غير حالها. وإذا بشتغل رقاصة ليش حضرته دائما بشكك بشخصيتي؟ أنت ما كنت مضطر تروح على بيتي أبداً، بعتت رفيقي مشان يطمن. بصراحة أنا ما بدي شي من حدا وخصوصي منك أنت. راني لكي؟ طمنوني انتو مناح؟ اختي كيف انجرحت ايدك هيك؟ يعني تقتلتي مع حدا ولا شي تاني؟ لا مو هيك. ليكون هذا اللي زعجك كهاني؟ انت اللي ضربت كهاني ما هيك؟ لا لكي مو هيك، هو ما عمل لي شي. اختي طيب ليش ما حكيتي لنا؟ يا سلام يا عيني، هالحلوين كيف اجوا لعنا على البيت؟ دقيقة، مين انتو حبيباتي؟ هدول بيكونوا اخواتي راني ولكي. يا عيني. وهاد كمان بيكون اخي الغالي شاليندا. جد طالع معه مثل الغواصين. حلو الواحد يضحك كل فترة صح؟ بعتذر بس النكتة تبعك قديمة كتير. شو هالحكي؟ ما بصير تقلها هيك. بس هو الحق معه. انت ليش حامل هالقنينة على ظهرك؟ شو انت بتحب تلعب فيها يعني؟ لا حبيبي مو مشان هيك، لانه عنده مشكلة بالتنفس لهيك بضل حاطط القنينة على ظهرك. كهاني ما بتخلي قنينة الاكسجين تبعي تفضى ابدا.
هي كل ما حسيت انها قربت تفضى بتعبي لي اياها فورا، وبسببها ضليت اتنفس لهلا. الشرطة؟ شو جابن لهون؟ أنا بفرجيك، تعا استنى، تعا لهون يا ولد، أنا بفرجيك مين أنت؟ قلي وينه أبوك؟ كنت عم تعيط بصوت عالي ما هيك؟ أنا شكلي حرامي؟ ها؟ بابا تعا ساعدني، هذا عم يضربني. قد ما عيطت ما رح يسمعك، عم تفهم؟ اتركه. حبيبي هذا أبوه؟ هذا بيكون ابنك أخي؟ على فكرة أنت وابنك بتشبهوا شاروخان كتير، شفلي شفلي هالجمال، يلا اضحك حبيبي ورجيني غمازاتك يا عيوني. بابا كان بده يضربني. لا ما تفهمني غلط، أنا بس كنت لك أنا شو عامل بهالدنيا لحتى أتعاقب بهالطريقة؟ بس مستحيل شو ما صار معي ما رح يبطل قلبي يدق لحبيبتي شامشام ملكة قلبي وعيوني وروحي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.